في ظل هذا الاستقطاب ما بين المكون العسكري والمكون المدني، وفي ظل أيضا أن قوى الحرية وتغيير ماضية في إطار التوحيد وإيجاد جبهة عريضة، هل يمكن أن نشاهد مبادرات محلية يمكن أن تقود إلى حل؟ أنا أرى أن المبادرة الأممية التي طرحت الأمر على أهل السودان، نعم، وأتاحت لأهل السودان أن يضع كل واحد من أهل المصلحة كما قال فولكر، أن يضع رؤاه وأن يضع النقاط التي رأى في المجمل، رأى أن السودانيين يتفقوا أكثر مما يختلفوا. هذا الحوار نفسه الذي قاده فولكر تعرض لانتقادات كثيرة جدا، وكانت هناك قوى سياسية رافضة لهذا الحوار، وكانت هناك أيضا قوى اللي هو المقاومة، الجانب المقاومة أيضا كان هناك جانب كبير من الرفض، ولكن عندما جلسوا مع الرجل وعندما أدلوا بدلوهم في القضية السودانية كان المنتج الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن، وكانت منصفة للشارع السوداني ومرضية له ومغضبة للجانب الآخر. فإذا الحوار هو الأساس للحل، ليس هناك في السياسة رفض دائم للحوار، ليس هناك شيء يمكن أن يترجم على أرض الواقع من غير حوار. الناس بتتحاور مع ألد الأعداء، نعم، فما بالك نحن يعني سودانيون. حتى بعض الحروب تصنع هذه الحروب من أجل الوصول إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. الآن الأزمة الروسية الأوكرانية هناك مطالبة بالحوار، وهناك حوارات أيضا تجري ومفاوضات تجري، يعني ما في شيء اسمه ما في حوار، ولكن القوى السياسية هي التي ينبغي عليها أن تؤدي هذا الدور، ولهذا الجهد الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير في المرحلة الأخيرة ومحاولة جمع القوى الوطنية مرة أخرى، هذا هو المنحى المفروض أن يتم، والمفروض أن نجلس جميعا للحوار ولوضع نقاط محددة نعمل جميعا من أجل تحقيقها.